أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت مريضا لعدة أيام، يقول: فمر علي صلاتان لم أصليهما، نعم، لكن بعدما رجعت إلى صوابي تبت إلى الله وصليت، فهل لي من توبة؟ نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، تب إلى الله وأحافظ على الصلاة في المستقبل، والله يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هناك بعض المحطات تجعل، ما أحد يقول هل لي من توبة، التوبة الله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. نعم.